في أحسن ظروف. تم وضع ما نقوم به وسنقوم في قطاع في نلتقي فيها اليوم لضبط مرحلي لشعبة الفنون في قطاع التربية الوطنية، ولكن كذلك نلتقي للنظر فيما تبقى من إجراءات ومن عمليات سنقوم بها سويا بالتوازي وبالتنسيق المحكم تنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي قضت بتنصيب شعبة الفنون في النظام التربوي الجزائري